السلام عليكم، أهلا بيكم في درس جديد من سلسلة يوسفول جرامر جرامر مفيد. درسنا النهاردة بيتكلم عن التفضيل. خدنا المقارنة ونتكلم عن التفضيل superlative. نبدأ مع بعض، الدرس سهل خالص. Unit 107 superlatives: the longest, the most enjoyable, etc. التفضيل: الأطول، الأكثر إمتاعا أو استمتاعا. Study these examples. What is the longest river in the world? A. هو أطول نهر في العالم. What was the most enjoyable holiday you've ever had? إيه هي أكتر أجازة ممتعة حصلت عليها في حياتك؟ Longest and most enjoyable are superlative forms. كلمة longest وكلمة most enjoyable دول superlative forms، صفات قصوى أو تفضيلية اللغة العربية. Section B. The superlative form is EST or most in general. الصيغة التفضيلية هي إنك تحط الصفة زائد EST أو تحط most زائد الصفة بشكل عام. We use EST for short words. بشكل عام برضو بنستخدم الـ EST للصفات القصيرة، and most ومعها الصفة للصفات الطويلة. The rule are the same as those for the comparatives. ونفس القواعد بالظبط زي ما شفنا في يونت 104 بالنسبة للمقارنة. يعني long كانت longer، دلوقتي هنا longest EST. كنا برضو بنزود الـ ER لـ long عشان نعمل مقارنة، دلوقتي بنزود EST. وhot hottest وeasy easiest وhard hardest. طيب بالنسبة للصفات الطويلة بقى زي famous بتاخد most famous، لأن لو جيت أحط هنا مقطع صوتي اللي هو EST يبقى تقيل تقيل على الكلمة. most boring غالبا الصفات المشتقة معظمها ما بياخدش لا ER ولا EST في التفضيل غالبا. difficult عشان صفة طويلة، expensive برضو عشان صفة طويلة، فالصفة بسيبها زي ما هي أحط قبلها most، لأن لو جيت أحط الـ EST دي الصفة هنا تبقى تقيلة شوية. These adjectives are irregular. عندنا بقى بعض الصفات الشاذة زي good بتبقى best، bad بتبقى worst، far بتبقى furthest، يعني الأفضل، الأسوأ، الأبعد. Section C. We normally use the before superlative. غالبا بنستخدم the قبل صيغة التفضيل. The longest, the most famous. ليه؟ السبب في the واللي هي الألف واللام في اللغة العربية، كلمة مثلا في العربي بقول أكبر معناها حاجة أكبر من حاجة، لكن الأكبر بالألف واللام معناها الأكثر كبرا على الإطلاق، يعني المتفرد في الحجم ده. ولنفرض طويل صفة، أطول دي مقارنة، الأطول دي التفضيل. الألف واللام دول بتحطوا لأن الصفة دي لما بتحط لها ألف واللام ما بقاش منها غير واحد، فبتبقى بالإنجليش one of a kind، فبتبقى معرفة سلفا، معرفة لذاتها كده لأن ما عادش منها إلا واحد. ممكن يكون فلان أكبر من فلان أكبر من فلان عادي مش مشكلة كتير، لكن الأكبر دايما واحد، الأكبر الأضخم واحد، الأصغر واحد، الأطول واحد، وهكذا. Compare. أنا آسف، نكمل هنا. Yesterday was the hottest day of the year. امبارح كان أكتر يوم حر في السنة. The film was really boring. الفيلم كان فعلا ممل. It was the most boring film I've ever seen. كان أكتر فيلم ممل أنا شفته. She's a really nice person. ده هي شخصية لذيذة خالص. One of the nicest people I know. واحدة من أكتر الناس لطفا أنا عرفتها. Why does he always come to see me at the worst possible moment? هو ليه دايما بيجي عشان يشوفني في أسوأ لحظة ممكنة؟ Compare. The hotel is the cheapest in the town. الأوتيل ده هو الأرخص في البلد. The hotel is cheaper than all the other others in the town. الهوتيل ده هو أرخص من كل الأوتيلات اللي في المدينة. وإن كانت دي comparative ودي superlative إلا إنه جاب المعنى بتاعهم هو هو. طب ليه ده بقى بيساوي ده مع إن اللي فوق superlative واللي تحت comparative؟ لأن هو هنا قارن ما بين الأوتيل ده و all the others في المدينة وما بين الباقي كله، ففضل واحد على الباقي، فاللي هي بالظبط التفضيل. Section D. Oldest, eldest. الفرق هنا فرق معنى بس. The superlative old is oldest. التفضيل بتاع كبير old oldest. The church is the oldest building in the town. لكن we use elder و eldest when we're talking about people and family. لما كنا نتكلم عن حد من العيلة
بنستخدم eldest. My eldest son is 13 years old or my oldest son. لكن كلمة eldest نفسها ما أقدرش أحطها لحاجة تانية غير العيلة. يعني are you the eldest in your family؟ هنا جت مع العيلة تمام، وoldest تمام. ده معنى إن الكلمة دي oldest دي تنفع للأشياء وتنفع للناس اللي من العيلة، لكن دي للناس اللي من العيلة بس. Section A. After superlatives we use in with places. بعد superlative بناخد غالبا كلمة in عشان نحط معاها مكان، زي المدن والمباني، زي what is the longest river in the world؟ ايه هو اطول نهر في العالم؟ لانك محتاج تحدد التفضيل ده مكانه فين. We had a lovely room. كان عندنا اوضة جميلة. It was one of the nicest in the hotel. كانت واحدة من اجمل الاوض في الاوتيل. We also use in for organizations and groups of people. برضو بنستخدم in للمؤسسات ومجموعة من الناس. They class, they team, they company. Who is the best students in the class? مين افضل طالب في الفصل؟ We normally use of for a period of time. بناخد غالبا of ما بيكون معانا جزء من الزمن، زي what's the happiest day of your life؟ ايه هو اسعد يوم في حياتك؟ Yesterday was the hottest day of the year. امبارح كان احر يوم في السنة. طبعا خد هنا life وخد هنا year، ده جزء من الحياة. We often use the present perfect of done after superlative. ده فعلا من الاكسبريشنز المشهوره جدا مع التفضيل present perfect، انك تقول مثلا what is the best film you've ever seen؟ هو احسن فيلم شفته في حياتك، وده بيبقى close nominal close، يعني زي جمله اسميه كده او close اسمي محطوط جوه الجمله الكبيره. What was the most delicious meal I've that was the most delicious meal I've had for a long time. دي كانت ألذ أكلة أنا أكلتها في وقت طويل قوي. Present perfect بتلاقيه موجود بحضور قوي قوي في التفضيل. وآخر section معانا sometimes we use most plus adjectives to mean very. أحيانا بنستخدم most مع adjective عشان يدوب ندي معنى very. إزاي؟ The book you lent me was most interesting. خد بالك هنا ما حطش the، خد most بس، انه الكتاب اللي انت اديتهوني او اعرضتهوني كان ممتع جدا، فبدل ما اقول very interesting قلت most interesting، ودي expression تستخدمه عادي ما تستخدموش عادي ومش مشهور قوي. Thank you for the money، شكرا في الفلوس. It was most generous of you، يعني كان حاجة كرم كبير منك. طبعا most هنا مش واخدة ذا ومش مقصود بيها الافضل خالص، ده مقصود بيها هنا very. درس بسيط جدا جدا جدا، كل اللي فيه مجرد تكرارات، مفيش فيه حاجة صعبة، يعني يكاد يكون هو برضو زيه زي الكومباراتيفز اللي خدناها يونت 104، تقدر ترجعوا لها. اتمنى يكون الدرس عجبكم. لحد ما اقابلكم في مرة تانية، يا ريت شير ولايك وسبسكرايب. والدرس ده له اكسرسايز اتمنى تحلوه وتشوفوا حل الاكسرسايز ده الدرس اللي فات. Until I see you in another time, take care of yourselves and goodbye.